في مذكراتها كشفت صباح عن المؤامرة زي ما سميتها، يعني اللي تسببت في ان صوتها يروح لمدة سنتين وانها تتوقف لمدة سنتين عن الغناء، وكل ده بسبب كوباية شاي. صباح بتقول انها في مرة من المرات كانت في لبنان بتعمل حفلة، وفي الحفلة دي اعلنت عن انها هتقدم اغنيتها الجديدة اللي عملتها مع موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. فصباح قبل ما تطلع حست بشوية صداع، فطلبت كوباية شاي، شربت الشاي وطلعت صباح على المسرح تغني وتلعلع وتبدع، لحد فجأة ما حست ان صوتها مش طالع وصوتها اتكتم واتحبس. وفجأة من كتر ما هي مش قادرة تطلع في الصوت، ولما حست ان خلاص مش قادرة مفيش ولا كلمة طالعة، من كتر الصدمة اغمى عليها ووقعت وقفلوا الستارة وبدأوا يفوقوا صباح. فصباح اكتشفت انها مش عارفة تتكلم وانها بتتواصل مع اللي حواليها عن طريق الاشارة، واللي مش فاهمها كمان بقت يعني تشاور لهم تقول له هات ورقة وقلم وتكتب لهم على الورقة اللي هي عايزاه. فصباح في الفترة دي طبعا بتقول ان كان من اكتر المقربين ليها صديقها عبد السلام النابلسي، هو اللي نصحها انها تروح لندن عشان تتعالج. فراحت صباح الى لندن عشان تتعالج، لكن في لندن قال لها يعني والله احنا مش لاقيين لك علاج للمشكلة اللي عندك، ممكن تروحي فرنسا تشوفي يمكن عندهم هناك حل. فراحت على فرنسا، وفي فرنسا كانت الصدمة بإنك يجب أن تمتنعي عن الغناء لمدة سنتين. طبعا في الفترة دي كان المنطقي إن الناس تسأل صباح مين اللي واقف ورا المؤامرة زي ما أنت بتقولي، فقالت أنا مش هقول أسماء بعينها، لكن كل اللي أقدر أقوله إن في ناس غيرانين من نجاحي ومن أسطواناتي اللي بتتباع كتير. وعموما أنا مش عايزة اركز في الموضوع، انا بس مركزه في اللي جاي وان صوتي يرجع يعني في اقرب حال. طبعا كل ده كانت بتكتبه مش بتقوله، انا ما كانتش قادره تنطق وما كانش في كلمه واحده بتطلع منها. فقالت يا جماعه انا مش مركزه في كل ده، انا بس مركزه في حاجه واحده بس، ان انا ازاي ارجع اقوى من اللي فات. وقالت ان التجربه دي علمتني حاجه مهمه جدا، وهي اني ما اشربش اي حاجه قبل ما اطلع اغني.